السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية المصاصة في المنام. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير رؤية المصاصة في المنام. قال العالم ابن سيرين عن رؤية المصاصة في المنام المصنوعة من الحلو هي دليل على إخلاص الحالم لربه ودينه، وكذلك تشير رؤية المصاصة في الحلم على عودة الغائب والمسافر وخروج السجين، وهي تدل على فك الكرب. رؤية المصاصة في المنام للأعزب هي من الرؤية التي تدل على اقتراب خطبته وزواجه، وهي دليل أيضا على حصول الحالم على عمل جيد. كما أن رؤية الحلوة في المنام تدل على الهدايا والتقرب من الله عز وجل، ودلالة على الخلاصة من الهموم ودخول الرأي في فترة مليئة بالأرزاق والخيرات. وأيضا تفسير حلم أكل المصاصة للعزباء. رؤية المصاصة في الحلم للعزباء بشكل عام هي رؤية مستحبة، ودليلها يشير إلى قرب موعد زواجها على خير وسلامة. كما إن أكل المصاصة في المنام للعزباء تدل على الخير والبركة وحصولها على الأمنيات والأهداف التي تسعى إليها طوال فترة حياتها. وتشير رؤية المصاصة في المنام للبنت على السعادة والأفراح التي ستحدث لها، ودلالة على سماعها الأخبار السرة والسعيدة. والمصاصة في المنام للمتزوجة. المصاصة في الحلم للمرأة المتزوجة تدل على السعادة والحب واستقرار حياتها ومعيشتها مع زوجها هي في رفاهية وتطور. رؤية أكل المصاصة في المنام للمتزوجة هي من الرؤية المحمودة التي تدل على رزقها حمل ومولود قريب لحياتها. تدل المصاصة في المنام للمرأة على الرزق الخير الكثير الذي سيقدم عليها وهي وأسرتها بشكل عام. تفسير المصاصة في المنام للرجل. تفسير حلم المصاصة للحامل تدل على سهولة الولادة وتيسير الأموال الأحوال وولادة على التمتع الصحة الجيدة. رؤية المصاصة في المنام وكانت توضعها في فم طفلها هي دليل على رزقها بمولود معافى من جميع المشاكل والأمراض في حياتها القادمة. كما إن المصاصة في المنام للمرأة الحامل دليل على السعادة بالمولود وسماعها الكثير من الأخبار السارة والسعيدة في حياتها. تفسير حلم لهاية الأطفال للحامل تشير على حصول المرأة على مولود سيكون لها بالشأن ومركز سيكون سبب سعادتها وفرحها. تفسير حلم المصاصة للرجل. رؤية المصاصة في المنام للرجل المريض هي دليل على شفائه من المرض وتحسن أحواله الصحية. رؤية الشاب الغير متزوج للمصاصة في الحلم تدل على اقتراب خطبته وزواجه من فتاة حسناء الأخلاق. المصاصة في الحلم للرجل ترمز إلى الخير والرزق الوفير، ودليل على صلاح الحال وسعادة في الخطوبة وفي الفترة القادمة. كما إن المصاصة في حلم المرأة الحامل هي دليل على السعادة عند المولود الجديد واستماعها إلى العديد من الأخبار السارة والسعيدة في حياتها. يشير تفسير حلم المصاصة الطفل للمرأة الحامل إلى أن المرأة ستنجب طفلا سيكون لها مكانة ومكانة ومكانة، ويكون سببا في سعادتها وفرحها. دي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤية المصاصة في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة منفسر حلمك مع ياسمين.